أعلن المتحدث باسم الحكومة التركية إغلاق المجال الجوي التركي أمام الرحلات الجوية القادمة من شمال العراق، وذلك عقب اجتماع لمجلس الوزراء وجلسة لمجلس الأمن الأعلى برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان. هذا وتصاعد التوتر نتيجة للاستفتاء الكردي على الاستقلال الذي أجري الشهر الماضي، حيث حظرت تركيا الرحلات من وإلى إقليم كردستان العراق بعد هذا الاستفتاء الذي أكدت رفضها له.